امنيتك شنو هي؟ امنيتي بيت. امنيتك بيت؟ اي يا عزي احتمال اموت من القهر. تتمنى بيت؟ اي لان هالجار وين تروح؟ انا عندهم بيت، انا باتر عقب شيء لو نبنى، وين اروح؟ اقعد جوا الجسر. فكر دائما باولادك وبزوجتك. لا شلون؟ وانا عايش على ابوي. اتمنى من عمار موسى امين بغداد عندنا طلبين يمك. طلب انه الشغله بالامانه، والطلب الثاني اكو بيوت مال امانه. اتمنى ولو بس قاع تنطي واحنا نتكفل ببناء هاي القاع. انا شخصيا وكل زملائي موجودين باداره القناه احنا نتكفل ببناء القاع، بس اتمنى من السيد امين بغداد، وانا اول مره اناشدك. اول مره. اتمنى من يمك انه يساعد الشغله بالامانه بامانه بغداد، لان هو يشتغل بامانه بغداد بس يشتغل بشركه اهليه تابعه للامانه، يوم يشتغل ويوم يقعدونه. ونطلب من يمك المناشده الثانيه، اكو قيعان تابعه للامانه. اتمنى من يمك تعطي قاع ولو 75 متر، حتى ذا 50 متر، انا احكي باسمك اسف، حتى ذا 50 متر احنا نبني له هاي ال 50 متر. وان شاء الله اليوم صوتك يوصل. الله وادي الامين بغداد. الله واديك.